تأجيج الأحداث وفبركة الأخبار هدف تعكف عليه الفضائيات المأجورة لإثارة الشارع العراقي. مواطنون أكدوا أن هذه الأساليب ما عادت تنطلي عليهم، مطالبين في الوقت ذاته بإيقاف بث تلك الفضائيات. حرب جديدة وبأسلحة مختلفة تنتظر العراقيين. هذه الحرب ضحيتها السلطة الرابعة كما هو الشارع العراقي. فمهنة الإعلام التي اختصت بنقل الحقائق بكل مصداقية تعمل على الابتعاد عما يثير الشارع العراقي. نجد على الجانب الآخر من المعادلة أجندات خارجية اهتمت بزعزعة الأوضاع، واستغلت الفضائيات المأجورة لتوكل إليها مهمة نشر الأكاذيب من خلال الاستعانة بقسم المونتاج والخروج منه بمادة مفبركة كفيلة بأن تجعل الشارع العراقي متأزما ومسيطرا عليه الخوف. الأمر هذا مشابه لمن يعمل بنفس تلك الآلية ولكن من مواقع التواصل الاجتماعي. والله يا هاي القنوات خليك دائما يعني مرعوب وما تعرف يعني من الصحيح من الغلط. هاي مبينة يعني مدفوعة بأجندة خارجية، زين، والأجندة الخارجية هم معروفة. اليوم تجد الخشية عند البعض عندما تجد في القنوات المغرضة، القنوات المسيسة، القنوات التي تدعمها الدول الخارجية ومعروفة من يدعمها ومن يريد أن يضع في الشارع نكسة. إذا الإعلام مو زين إحنا ما نرتاح، نخاف، ما نقدر لا نطلع لا نقدر نشتغل، لا هاي مو رزقنا ينقطع. بلغة العواجل وفبركة التصاريح أو إضافة كلمات لحديث أو اقتطاع جزء منه تعمل هذه القنوات، وبهدف واحد فقط هو إثارة الشارع وجعله يعيش ولو لبرهة من الزمن أجواء الخوف والارتباك. إلا أن الأساليب هذه أصبحت اليوم معروفة للشارع العراقي الذي هو الآخر يتمنى لها أن تنتهي هذه القنوات بجذورها الخارجية. هذول يعني هم دائما يحبون أذية العراق، يعني يوم اليوم والبارحة يا آلاف السنين محاربة العراقيين، والحمد لله والشكر العراقيين عقليتهم أكبر من هاي النماذج الحثالة تقريبا. وأقول القنوات أقولها قلتي هسه الفلوس اللي قاعد تجيش من مبرة ترى نعرفها بس ما نقدر نحكي هسه. ليش الهيوم وذاك اليوم خلت فيدها الدول استاندتها من برا. على هذا القسم يقع ثقل كبير في تجسيد الواقع العراقي وعرضه بكل صدق وأمانة، إلا أن هنالك وسائل إعلام تضع كل إمكانياتها في هذا القسم من أجل وضع ما يتناسب مع أجندتها واقتطاع الصورة الحقيقية التي تشعر المواطن العراقي بالأمان. أحمد الموسوي، قناة العهد الفضائية.